يعني تعريف لمهنة المحاماة. نعم، مهنة المحاماة هي من أعظم المهن، وهي من المهن الحرة، وهي مهنة لها قدسية، وهي من المهن النبيلة اللي ما أي حد يقدر يدخل في مجالها. وتقوم مهنة المحاماة على تقديم المساعدة لكافة الأشخاص لاسترداد حقوقهم، لمعرفة احتياجاتهم، معرفة كل الأشياء اللي خاصة بهم. وكذلك مهنة المحاماة هي بتعمل على الدفاع عن الكثير من الأشخاص المظلومين في المحاكم، وبتساعد كثير في إظهار الحقيقة، وبتعمل على مشاركة السلطة القضائية في تحقيق العدل وتوضيح البينات للقضاء، وبذلك القاضي يقدر يحكم حكم سليم. طيب أستاذ جهاد، يعني من هو المحامي؟ يعني هل كل نعم، من درس المحاماة هو يعتبر محامي ويستطيع مزاولة المهنة، أم في اشتراطات أخرى للمحامي ومزاولة هذه المهنة؟ كلمة المحامي هي تطلق على الشخص اللي حصل على إجازة أو رخصة مهنة المحاماة، وذلك بعد دراسة القانون أو دراسة الأنظمة أو دراسة الأنظمة الشرعية. يعني هي الكليات الخاصة بالمحاماة، ممكن تكون كلية القانون أو كلية الحقوق، وأحيانا تكون كليات شرعية أو كليات خاصة بالأنظمة الشرعية. فخريجين هذه الكليات بعد ما يتخرجوا بيجتازوا امتحان مهنة المحاماة، وبعد ذلك بيجلسوا بيكون في فترة التدريب من سنة إلى سنتين.